هذه قصة أيضا من قصص القرآن، قصة بديعة، قصة رائعة، ذكرت بالتفاصيل في موطن واحد ولم تذكر في غيره من المواطن. قبل أن نبدأ بالقصة التي ذكرت بالقرآن، يقول ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل أحد الخطب، فسأله أحد الناس، قالوا يا موسى أي الناس أعلم، من أعلم واحد؟ فقال موسى أنا، وهو كان بين قومه، نعم هو أعلم الناس لكنه ليس في الأرض أعلم الناس، فعاتبه الرب عز وجل. يعني لما لا يرجع الأمر إلى الله جل وعلا؟ لما لم يقل الله أعلم؟ ولم يقصد موسى عليه السلام شيئا. فقال الله عز وجل بلى هناك عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني يعلم أشياء أنت ما تعلمها يا موسى. فقال موسى أي ربي وكيف لي به، شلون أوصل له؟ من تواضع موسى عليه السلام، مع أن ذاك العبد صحيح أنه نبي والأنبياء كانوا في ذلك الزمن في نفس الوقت أكثر من نبي، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في قرية وهذا في قرية، بل في نفس القرية أحيانا أكثر من نبي، لكن مع أن ذلك النبي أقل مرتبة من موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، طبعا موسى أفضل منه، والصحيح أن ذلك الرجل نبي من الأنبياء وإن لم ينص على ذلك، مع هذا كان موسى متواضعا، قال ربي كيف لي به، شلون أصلح؟ فقال الله عز وجل يا موسى علامته أن تأخذ حوتا، يعني سمك، حوت في اللغة يعني سمك، فتجعله في مكتل، مثل كيس، مثل سلة، مثل شيء تضعه في المكتل، فإذا فقدت الحوت، تقت هذا السمك في ذلك المكان، سوف ترى هذا الرجل، امش روح باتجاه مجمع البحرين. أي بحرين؟ الله أعلم، التقاء بحرين ببعضهما البعض في ذلك الزمن الله أعلم، لكن إذا فقدت السمك سوف ترى ذلك العبد من عبادي. أخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي راح يصير نبي بعدين، أخذ موسى فتاه يوشع بن نون معه، وأخذ في السفر. موسى الآن يسافر لأي شيء؟ تدرون لأي شيء؟ سافر موسى لطلب العلم. شوفوا الله أكبر، موسى عليه السلام يسافر مع فتاه لطلب العلم، يريد أن يصل إلى مجمع البحرين. أي تواضع من موسى هذا، وأي حب للعلم هذا، يسافر نبي لأجل طلب العلم، والواحد فينا يمكن الكتاب عنده ما يحب يقرأه، الشريط عنده ما يحب يسمعه، مسجد بقربه ما يذهب إليه، وموسى يسافر لطلب العلم. وأخذ فتاه معه وقال سوف نذهب إلى مجمع البحرين نبحث عن هذا العبد الذي عنده علم أتعلم منه، ووضع الفتى السمك في المكتل ومشى مع موسى عليه السلام. فوصل إلى صخرة فنام عندها موسى عليه السلام، فتحركت السمكة الميتة، سمكة ميتة في مكتل، أخذت تضطرب وتهتز، فشعر بها من؟ يوشع بن نون، نظر إليها سمكة ميتة تتحرك، اهتزت، اضطربت، تحركت، أخذت تمشي تتحرك، وين راحت؟ وهي تتحرك ذهبت إلى البحر، سقطت في البحر ومشت في البحر، وهي تجري في البحر كل مكان الطريق الذي تمشي إليه يصير جامدا، طريق السمكة صار جامدا في البحر، يعني واضح ما يتغير. ونظر إلى هذا المنظر يوشع بن نون فتى موسى وتحجب، لكنه لم يوقظ موسى عليه السلام لأنه نائم، دعه، فإذا استيقظ أخبرته. فانتظر يوشع حتى قام موسى، فلما قام موسى عليه السلام نسي يوشع ابن نون أن يذكر موسى بالذي حدث، بأن السمك قد هرب من المكتل وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه، بداية الرحلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمشي لو سنوات ما يهمني لين أوصل لهذا العبد من عباد الله عز وجل، هذا الرجل الصالح. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يجمد الماء مكان جريان السمك، الفتى شاف، موسى ما شاف. فلما جاوزا قال لفتاه، مشوا راحوا مكان بعيد وهم في الطريق، قال موسى للفتى جهز لنا الغداء،
هني تذكر الفتى السمكة. يوم قال للغدا تذكر الفتى السمك الحوت اللي كان في المقتل. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا في السفر جهز الغداء. فتذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. تذكر المكان اللي نمنا فيه عند الصخرة. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من أدب الفتى نسب النسيان إلى الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا. شيء عجيب، شفت السمكة المكان اللي كنا نايمين فيه؟ ترى أنا نسيت أقول لك الشيطان نساني أن السمكة تحركت وبثت الحياة فيها وسقطت في البحر لوحدها وأخذت تجري في البحر. والله إنه لأمر عجيب عجبا. قال موسى أول ما سمع هذا الخبر قال إيه، هذا اللي كنا ندوره، وهذه الآية وهذه العلامة، علامة وجود هذا الرجل الصالح أنني أفقد السمكة. لنرجع مرة أخرى. يمشون على آثارهم يقصون الأثر وين حنا كنا. يمشون مسافة طويلة مشوا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أول ما وصل إلى الصخرة إذا برجل نائم مستلق على الأرض، هذا الرجل الذي يبحث عنه موسى. الغريب إن المكان الذي نام عليه الرجل صار أخضر، نبت فيه العشب. موسى لما كان نايم ما كان في عشب هنا، لكن لما نام الرجل كل المكان الذي نام فيه صار منبتا، صار عشبا أخضرا. قيل لهذا سمي بالخضر، كل ما بات أو استلقى في مكان أخضر المكان. كرامة من الله، وإذا كان نبيا فهي معجزة من الله جل وعلا. أول ما جاء موسى إلى هذا الرجل وجده مستلق، سلم موسى عليه السلام، رجل مغطى بالثوب. قال موسى السلام عليكم. فرد الرجل وقال لموسى وأنا بأرضك السلام. وين يجي السلام في أرضك؟ كأن الرجل يعرف عما يحصل لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل والفتن التي حصلت. فقال أنا موسى. موسى الآن يعرف بنفسه. فقال الرجل الصالح موسى بني إسرائيل، أنت موسى من بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. أنا عندي أشياء ما تعرف أنت، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. شوف الأدب، أدب الرجل أيضا. أنت أيضا تعلم أشياء أنا لا أعلمها. قال هل أتبعك أمشي معك؟ قال ما راح تقدر، لن تستطيع معي صبرا. شوفوا بداية القصة الآن. أول ما وجد الرجل، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. قيل الرحمة هي النبوة، ذكرت في كثير من الآيات في القرآن الرحمة النبوة، لأنه علم بعض الغيب الذي لا يطلعه الله إلا إلى أنبيائه ولا يوحي الله إلا إلى نبي. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوفوا أدب موسى عليه السلام مع أنه أفضل منه، موسى أفضل إنسان في ذلك الزمان كليم الله، لكن شوفوا أدب طالب العلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما راح تتحمل يا موسى، راح تشوف أشياء ما راح تتحملها. قال راح أصبر إن شاء الله. وموسى وكل الأمر على الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف ما اعتمد على نفسه، اعتمد على رب العالمين. قال إن شاء الله راح أصبر ولن أعصي لك أمر، لأنك لو عصيتني، العبد الرجل الصالح يقول لموسى إذا عصيتني ترى ما راح تكمل وياي، ما راح تصبر. قال لا أصبر إن شاء الله.
استأذن الفتى ورجع إلى قومه. يوشع بن نون رجع. بقي من الآن؟ بقي موسى والرجل الصالح، أو قل النبي الصالح، لأنه في الراجح أنه نبي، الخضر عليه السلام. مشي الآن في رحلة في طلب العلم، سفر مع نبيين، الخضر ويتبعه موسى. شوف أدب موسى، يتبع الرجل أينما كان يتعلم من علمه. ما يرضى موسى، واحد يعرف شيء وأنا ما أعرفه، لازم أتعلم. وانظروا إلى همة موسى عليه السلام وحرص موسى عليه السلام، وين ما تروح أروح معك. مشي على شاطئ من البحر، أراد أن يركب سفينة، فجاء الناس إلى السفينة وعرفوا الخضر عليه السلام، رجل عابد صالح في قومه. فلما رأوا الخضر أركب موسى مع الخضر إلى السفينة بلا ثمن ولا مقابل، كرامة لهما. فركب موسى والخضر وهما في وسط البحر، إذا بطير يأتي على طرف السفينة وينقر نقرة في الماء، في البحر، بحر العظيم، طير ينقر نقرة في البحر. فقال الخضر لموسى، قال يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور، هذا الطير؟ قال نعم. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما مقارنة علمي مع علمك مقارنة بعلم الله، إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر، علمي وعلمك كله لو تجمعه بالنسبة لعلم الله، شفت النقرة هذه وشفت البحر كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الذي يعلمه هو أصلا علم الله جل وعلا، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شيء عجيب، شوف الحكم من هذا الرجل، من هذا النبي. فجأة موسى عليه السلام التفت إلى الخضر يسوي شيء عجيب، ماخذ فاس وقاعد يضرب بالفاس على السفينة، يبي يخرق السفينة. الناس ما يشوفونه، الناس أكرموهم إكرام، شالهم بالسفينة، ماخذ هذا الرجل الخضر عليه السلام ماخذ فأس ويضرب بالفأس في السفينة، يضرب بالفأس في السفينة حتى بدأ الماء سيغرق السفينة. فأسرع موسى عليه السلام بثوبه، نزع ثوبه وأخذ يضع ثوبه مكان الخرق، ويبعد الخضر عليه السلام وهو يقول له ماذا تصنع، ماذا تفعل، الناس أكرمونا والناس يعني تفضلوا علينا وانت جاي تريد أن تخرق سفينتهم. موسى عليه السلام ما صبر، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. شيء عظيم اللي قاعد تسويه. شوف موسى عليه السلام لاحظ، ما قال لتغرقنا، مو خايف على نفسه ولا خايف على صاحبه، خايف على الناس. موسى عليه السلام طبيعته ما يترك الإنسان على خطأ، طبيعة موسى من منذ بدايته يقول حق المنكر منكر والمعروف معروف. حتى أمام فرعون موسى عليه السلام ما كان يخاف من أحد، ما كان يحابي أحد ولا يجادل أحد في الحق، يقولها أمام أي كان، ولهذا ما سكت. صج بيني وبينك واحد، لكن نسيانا الآن قالها، وكان يريد أن يصبر لكن من طبيعته غلبت، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فرد الخضر على موسى عليه السلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر؟ قال نسيت، نسيت، لا تلومني، النسيان أخذني، لا ترهقني من أمري عسرا. قال لا بيخالف. نزل الاثنان من السفينة وأخذ يمشيان، الآن سفر، سفر بين موسى والخضر يمشيان. إذا بهما يجدان أطفال يلعبون، صبية صغار يلعبون. أخذ الخضر يراقب الأطفال وموسى يشوفه، شو يسوي؟ يراقب الأطفال، وفيهم طفل هو أجملهم وأحسنهم وجها وصغير يلعب مع الأطفال، فإذا بالخضر يترصده. فلما انفرد الطفل لوحده ما حد يشوفه من الناس، جاءه الخضر فمسكه وقتله مباشرة. قيل خلع رأسه وقيل خنقه، بأي طريقة المهم ذبح. قتل الخضر طفلا صغيرا. موسى الحين مناسي عليه السلام، مناسي الوعد اللي بينه وبين الخضر، لكن أي وعد؟
طفل ينذبح. الآن القضية مو نسيان، القضية ما يسكت موسى عليه السلام. موسى يسكت عن هذا؟ ما يصير. هذا موسى عليه السلام الذي لا يرضى بالظلم أبدا. فرد موسى عليه السلام بغضب، قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. نفس بريئة، طفل صغير ما على ذنب ولا على جريمة ولا على إثم، شو تذبحه؟ طفل صغير مثل هذا تقتله؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى ايش قال؟ امرأة عظيم، لكن هالمرة لا، منكر كبير هذا اللي سويته. والقضية الآن مو أني ناسي، لا، ما أقدر أسكت عن مثل هذا الأمر. لقد جئت شيئا نكرا. رد الخضر الآن أيضا بشدة. المرة الأولى ايش قال له؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هالمرة قال له: ألم أقل لك، يعني زاد كلمة الآن لك، أنا مو قايل لك ما راح تصبر. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لما هدأ موسى عليه السلام إيش قال له؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال له: ما يخالف، إذا الآن أي اعتراض ما راح تمشي معي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله موسى، وددنا أنه لو صبر فقص علينا من القصص. يعني كان ودنا أن موسى يصبر أكثر بعد، مع أنه من أصبر الأنبياء موسى عليه السلام، ومع هذا لم يتحمل موسى عليه السلام ما يرى. مشوا موسى عليه السلام مع الخضر، ذهب إلى قرية اسمها، يقول ابن عباس، أنطاكيا، قرية التي اسمها الآن أنطاكيا. ذهب إلى هذه القرية فدخل إلى أهل القرية، وكان جائعين، موسى كان جائعا وكان الخضر جائعا، فاستطعم أهلها، كل ما يطقون باب يطردونهم، كل ما يريدون أن يضيفهم واحد يطردهم، قوم لئام، قوم أشرار، ما فيهم واحد زين ولا واحد استضافهم. فجلس وهما جائعين، شاف الخضر جدار بيطيح، طوفته بيطيح، فقال حق موسى: قوم. قال: شو بتسوي؟ قال: هذا الجدار نبي نعدله. ساكت موسى، ما اعترض، خله، يعني مع أن الأمر غريب صح ولا لا، لكن موسى صابر. قام يساعده وبنى موسى مع الخضر الجدار، أصلح الجدار كله. قال له بعدين: يلا نمشي. قال: على الأقل البيت اللي صلح جدارهم قل لهم يعطونا أكل طعام، حنا جياع. هني موسى اعترض، وكان هذا العذر الذي فيه الفراق. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قوم لئام بخلاء، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. خلاص، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له: خلاص الآن ما راح تخالطني ولا تصاحبني ولا تمشي معاي، لكن راح أقول لك ليش سويت هذه الأشياء الثلاثة. شفت السفينة التي خرقتها؟ الله أعلمني أن هذه السفينة إذا وصلت إلى الشاطئ كان في ملك ظالم، هذا الملك الظالم عنده جنود وقاعدين ناطرين عند الشاطئ يشوفون أي سفينة كاملة صافية من العيوب ما فيها ولا عيب، كان يصادرها الملك، يأخذها غصب، يغتصبها. وأنا عندن حطيت فيها عيب علشان الملك لا يأخذها، والمساكين ما عندهم غير هذه السفينة مصدرا للرزق. عرفت ليش خرقت السفينة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه واحدة. طيب الطفل ليش ذبحته؟ ليش قتلت الغلام النفس الزكية؟ هذا الغلام الله عز وجل أعلم به، يعلم أنه لو كبر سيكون كافرا، وعنده أبوان مؤمنين صالحين، فقد يرهقهما ويوصلهما إلى الكفر. الولد قد يجعل الوالدين يكفرون، إحنا خايفين على الأب والأم، ثم الولد إذا مات صغيرا ما عليه شيء، مرفوع عن القلم، خلي يموت الآن أفضل من أن يموت وهو كافر، أقتله الآن
يصبر عليه الآباء والأمهات، وهذا فيه عزاء لمن مات ولده أو ماتت ابنته. قد يكون في هذا الأمر خير، لأنه سوف يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا كله وحي من الله له، لأنه والراجح والله أعلم أنه نبي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الثالثة، الجدار تبني لقوم لقبيلة كلها لئام. قال إيه، هذا الجدار كان تحت كنز، وإذا طاح الجدار حيطلع الكنز. شنو قصة الكنز؟ كان هناك أب، وهذا الأب كان صالحا في هذه القرية يعيش، وكان عنده غلامين يتيمين صغار، وهذا الأب كاد أن يموت وعنده أموال، خاف أن إذا مات القرية لئام يأخذون فلوسه ويخلون عياله بدون فلوس. قال شو أسوي، ما وجد مكان يخفي الأموال فيه إلا البيت، حفر ووضع الكنز وبنى فوق جدار. قال عيالي إذا كبروا الجدار راح يطيح، يعيدون بناء يشوفون الكنز، هذا أفضل طريقة. لكن للأسف كاد الجدار أن يسقط والغلامان لا زال يتيمين صغار، إلى الآن ما كبرا، يعني الناس راح يكتشفون الأمر ويطلع الكنز وراحت عليهم مساكين الأطفال. لكن كرامة الأب الصالح، هل يضيع الله أولاده؟ أبدا. أرسل الله أفضل رجلين في الأرض ليبني لليتيمين الجدار، ويحفظ الله لليتيمين المال كرامة لأبيهما الصالح الذي مات منذ زمن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. شفت كل هذا الذي فعلته؟ خرقي للسفينة، قتلي للصبي، بنائي للجدار، وما فعلته عن أمري. مو مني هذا كله، هذا كله من رب العزة الذي أوحى إلي وأنا فعلته. وهذا هو التفسير، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الشيء في ظاهره شيء، لكن في حقيقته شيء آخر. في ظاهره إفساد للسفينة وقتل للصبي وبناء للجدار بلا سبب، لكن في حقيقته أمر أكبر وأمر أعظم. لاحظ القصة، لما خرق السفينة شنو قال؟ أردت أن أعيبها، لأن في ظاهر الخرق خرق السفينة شيء مو زين، فنسب الفعل لنفسه. لما قتل الصبي إيش قال؟ قال فأردنا، يعني حنا اللي سوينا هذا الشيء، لأن ظاهر القتل مو زين وظاهر خرق السفينة مو زين. لكن لما بنى الجدار نسب الفعل لمن؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، نسب الإرادة إلى الله. شوفوا الأدب مع ربه، ليس من أمره، رحمة من الله جل وعلا، علمناه من لدنا علما، علم من الله جل وعلا علمه لهذا النبي. لا يقول أحد من الناس أنا أعلم إنسان، ولا يفتخر بالعلم الذي عنده، مهما تعلمت فوق كل ذي علم عليم. اطلب العلم ولو كان من إنسان أقل منك شأنا، أو أصغر منك عمرا، أو أقل منك مرتبة، لا بأس من تعلم العلم من أصغر الناس سنا أو أقل الناس شأنا. من أراد أن يتعلم العلم يسافر، يمشي، يتحرك، يتأدب مع معلمه، مهما خالف معلمه فإنه يتأدب معه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انظروا إلى أدب موسى عليه السلام مع معلمه، وإن كان أقل منه شأنا. قصة فيها عبر كثيرة، فيها فوائد كثيرة، فيها حكم كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض القصة، وكلما قرأناها يوم الجمعة نتذكر هذه الحكم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قصة فيها العبر، وأي عبر ومواعظ وحكم، وأي حكم تثبت قلوب المؤمنين وتنير الدرب لهم. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة.